احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن اللي فات، تعال بقى نتكلم على اللي جاي. واللي جاي مش هين ومش سهل، ولقاء القمه اللي كالعاده بيبقى له حساباته الخاصه وفي دايما مساحه كافيه لاي مفاجآت. تمام، شايف الماتش ده هيمشي ازاي؟ وخصوصا ان احنا يعني تعال نقول ان بشكل عام بيتسو موسيماني مدرب هجومي الى حد كبير في الوقت اللي مدرب الزمالك فيه قد يلجا لتكتلات دفاعيه معهوده الى حد كبير في طريقتهم في اللعب. ففكرك الدنيا هتمشي ازاي في الماتش؟ مظبوط. هو بدايه انا سريعا هقول على نادي الزمالك وبعدين هرجع لل هو فعلا مستر كارتيرون في معظم ماتشات اللعبة قدام الاهلي وفي معظم ماتشاته حتى مع بطوله افريقيا او حتى في الدوري المصري رغم قوه الزمالك بالنسبه للمنافسين الاخرين بس بيميل للدفاع، لكن هو بيميل للتحفظ شويه. يعني مش من مش المدربين اللي ما بياخدش المبادره بالهجوم على طول. وانا اعتقد هيستمر على هذا الاسلوب. حتى هو ده بقى اللي انا بقوله لك في الخطه، ان هو بيلعب بشكل معين، هو بيلعب 4 2 3 1، لكن زي الخطه بقى ايه، ان ممكن يخليهم متاخرين شويه، ممكن شويه يقول لهم نضغط من قدام، ممكن بغير مثلا زيزو يدخله للعمق يودي مثلا اوباما على الطرف او مصطفى فتحي اذا كان بيلعب في الجناح. هو هي دي الحاجات اللي بيناور بيها، لكنه تملي مايل للتحفظ. نيجي بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي مستر موسيماني قلنا لعب بطريقتين في الماتشين اللي فاتوا. هل هيستمر ب 3 4 3 ولا هيرجع للطريقه التقليديه اللي هو بيلعب بيها كل الماتشات 4 2 3 1؟ ده اول تساؤل. تمام. وانا يعني اميل انه ممكن يلعب 4 2 3 1، يرجع للاسلوب العادي الطبيعي، لانه برضو وجود شريف وقفشه وراه مهم. يعني رغم تالق مكسوني ورغم بيرستاو ورغم ان مكسوني لعيب جيد ورغم ان عنده عناصر كتيره، ولكن الاثنين دولت بيعملوا خطوره في كل واحد في مكانه وبيدوا قوه هجوميه للنادي الاهلي طبيعي. بس انت عندك برضو في المقابل انت عندك وينجين الزمالك سواء بن شرقي ولا زيزو يعتبروا برضو من اهم الاسلحه عند فريق النادي الزمالك. مزبوط. فهل تعتقد ان موسيماني هيلعب عليهم مان تو مان؟ لا، هو ما بيلعبش، مش هيلعب مان تو مان، لانه يعني اسلوب المان تو مان قوي ده في الكره الحديثه ما بقاش موجود زي زمان. يعني زمان كان اللي هي المان تو مان دي او رجل لرجل كان بيبقى ممكن تلاصق واحد في اي تحرك فيه في الملعب، يعني يروح ناحيه اليمين ناحيه الشمال. دلوقتي حتى دوليا ده بيحصل مع كريستيانو رونالدو، بيحصل مع ميسي ومع محمد صلاح. يعني اللعيبه اللي في منهم او في من وراهم قلق بيوظفوا له حد قاعد زي ظله. مظبوط، بس في المناطق اللي بيلعب فيها. يعني ما بيجوش مثلا محمد صلاح بيلعب في الجناح اليمين، بيلعب عليه واحد في المنطقه بتاعته ديت، بيلعب عليه ومراقبه مثلا، ما بيهاجمش كتير. لكن لو محمد صلاح مثلا راح في الجناح الشمال الناحيه الثانيه مش هيروح وراه، لا بيبقى بس اللي هناك هيروح. ايوه، اللي في الشمال وقتها هيروح. عشان كده ما بقاش فيه اللي هو الرجل طوال ال 90 دقيقه انه هو فرد يفضل مع واحد طول. لكن هي بتبقى الفرد ده ممكن يتغير بتغير المهاجم. بتبقى خليط بين المان تو مان او الرجل للرجل ودفاع المنطقه اسمها. أوكي. يعني كل واحد بيدافع في المنطقه. أيوة. اللي هو متواجد فيها. تمام. فهي بتبقى كده، يعني ممكن اتحفظ اعمل شكل مثلا الهاف مع المهاجم مع الباك ما يهاجموش قوي لو محمد صلاح في الحته دي عشان يقفلوا عليه، او كريستيانو او ميسي او هكذا برضو. فانا برضو نفس الاسلوب، عشان كده انا بقول ممكن مستر موسيماني يلعب باثنين اجنحه يعرفوا يدافعوا عشان يساعدوا معلول واكرم توفيق او محمد هاني اللي هيلعب، النقطة اللي بتتكلم فيها انت اللي هي عشان زيزو وبن شرقي. وهم نفس الشيء، ممكن يلعب مثلا شحات وحد تاني ناحية الشمال بيعرف يهاجم ويدافع مثلا. يعني معنى كلامك انه مش بالضرورة معنى كده انه مش بالضرورة ان موسيماني هيبتدي لقاء الزمالك من حيث انتهى على صعيد التشكيل في البنك الاهلي، ممكن نتفاجئ بتغييرات. جايز. okay. بس مش هتبقى كبيرة. يعني لانك انت في القوام الاساسي ثابت. يعني في قوام اساسي. أوكي. مش هيقدر يلعب فيه كتير. لكن هو ممكن يحصل تغييره في واحد في اثنين على الاكثر، لكن مش هيبقى تغييره مثلا في خمسه سته. يعني مش وانت عندك برضه دكه مش سهله. ما هو الدكه قاعده مستنيه. ما هو ده كويس بقى. يعني الميزه اللي جت من صفقات الاهلي الجديده ان الدكه بقت قويه. طبعا لما يلعب مثلا بيرسي تاو ومكسوني
وقفشه في الاول في مباراه البنك الاهلي او الاسماعيلي، قاعد شريف بره، قاعد الشحات بره، قاعد كهربا بره، قاعد يعني ناس كتيره جدا. انا بتكلم في الناحيه الهجوميه كلهم اسماء تقيله. طبعا كلهم اسماء تقيله، حسام حسن، مش عارف مين، في عناصر عندك. لما بيبدا فلان، لو مثلا ابتدى شريف وما بيلعبش مع بيرستاو، بيرستاو قاعد بره، ممكن هما الاثنين يبتدوا مع بعض، وده متوقع في الماتش، وده يعني متوقع في الماتش الجاي. فهي الفكره انه انك ازاي تستعمل مناطق القوه بتاعتك وفي الناحيه الهجوميه، وازاي برضو في النواحي الدفاعيه تقلل الخطوره اللي عليك. ودي فلسفه الكوره عامه، يعني ان انت لما تكون معاك الكوره عايز تهاجم وتعمل فرص ومساحات وتجيب اجوان، ولما تيجي تدافع انك تقلل الخطوره اللي عليك، وانك ما يجيش فيك اهداف، لان في النتيجه في نتيجه، النهايه في نتيجه. فهو دي بقى الشغل اللي هيبقى موجود. هم زمالك هتلاقيه قلقان من علي معلول، قلقان من قفشه، قلقان من اكرم او هاني لو لعب على الطرف، قلقان من شريف او بيرستاو، فهو برده عامل حسابه على اللعيبه دي. ففي المقابل حتى احيانا كان مستر كابترون زيزو مثلا معظم ماتشاته بيلعب ناحيه اليمين اللي هي شمالنا احنا، ناحيه اليمين، كان ساعات بيلعب ناحيه الشمال فيجيبه هو ناحيه علي معلول. يعني بيجيبه عشان بيقدر يدافع اكتر من بن شرقي، يعني احيانا بيلاعب زيزو مع الظهير اللي ناحيه اليمين ويرجعه لورا شويه عشان عارفين خطوره علي معلول. فهي مناوره بين المدرب ده والمدرب ده، ومين بقى اللي ينجح ومين اللي توفيق معاه، يعني دي برضه يعني مهمه. يعني نقدر نقول ان هي مباراه تكتيكيه يعني، او لقاء قمه بين اثنين مدربين اكتر ما هو لقاء قمه بين فرقتين، مش كده برضه؟ لا، الاثنين مع بعض، مع بعض. ما انك انت المدرب مهما خطط ومهما فكر ومهما عمل، في ادوات بتنفذ له. طبعا، ما هو انا ويا تعرف تنفذ المطلوب. طبعا، يا لا. ما هو دي برضه المسؤوليه، يعني اول ما انت انت بتمرن طول السنه وبتحط خطط وبتعمل وكلام ده، بتيجي في وقت اللعيب نزل الملعب، المسؤوليه الاكبر بقت على اللاعب، ما بقتش على المدرب. في طبعا مسؤوليه على المدرب، ولكن بقت المسؤوليه الاكبر على اللاعب.